فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على النادي الافريقي. اليوم الفريق 3 اكتوبر يحتفل بالذكرى 102 التأسيس، وحبينا نحكيو شوي على عيد ميلاد النادي الافريقي وماج احباء النادي الافريقي والكل اللي مغروم بالكلوب الفريق هذا الصراحة الكبير في تاريخ الرياضة التونسية، تقريبا 102 عام البطولات الامجاد التاريخ. على كل معنا بالتليفون محب معروف في أوساط النادي الأفريقي، أكيد برشا مساهم في برشا غنيات من غنيات النادي الأفريقي، أيضا عضو في موفما سوسيوس في باريس. مباشرة من باريس معنا المحب الوفي خلينا نقول النادي الأفريقي عمر الصفاقسي. عمر أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين والعباد اللي تسمع فينا الكل. مرحبا بك عمر، الوصف نتاع الكل صحيحه بالنسبه لك انت يا. صحيح يا ولدي، معنى قصدي تعرف انت واحد كان يحب امه ويجي الاخر يقول له ريت هذاك يحب امه مش نورمال، لكن ما يحشم منها الحكايه، لازمك تحبهم. يعني انت التقديم اللي عملته راهو في اي كلوبيست موجود من داخل من داخل راهو هكاك، لازم يكون وفي ولازم يتبع وفي الضيقه قبل الفرحه، فهمت؟ لا باس. عمر الكلوب افريكان وي اي مثال، كمل مثال شيء. كلوب افريكان حاجه حاجه ما اخترناهاش، انت تنجم كي تحب تختار شكون تحب. صحيح ما تنجمش. خاطر الجمعيه هذيك تربح على خاطر فما هكا فما ما اخترناهاش ما اخترناهاش. حبيناها وكا هو فرحانين اللي احنا حبينا باللي صاير فيها الكل بهاها بالخير. شنو مثال لك عمر نهار كيما اليوم 4 اكتوبر هذا نهار سبيسيال عند الكلوب ستير الكل؟ سلام، انا بابا راهو يعني حاب يجيب بالضبط، يعني انا 2 اكتوبر انا مولود، ما انا غالب فما ديستان اقوى منه، فهمت؟ حظ بابا اللي كان سبب في حب الجمعيه زي يعني حاب يجيب كفردات يعني باش 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 يجي 4 اكتوبر، 4 اكتوبر يعني اول مره تنصب نجمه وهلال في 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 مريول في جمعيه في تونس، يعني هذايا من غير ما نحكيو واش كتبوا على الكوره، نحن مؤرخين والعباد اللي تبع كوره شوف المصارى والمغاربه والجزيريه يقولوا لي الجمعيه هذيك خلات الكولور نتاع بلادهم وحطت نجمه وهلال. شفنا في اختلافات اللي صارت الايديولوجيه ولا الفكريه ولا الاداريه قبل وما بعد مع جمعيات اخرين، هذيك كل واحد كيفاش راه الدنيا، اما نحكي لك على حاجه مجسده يعني، فهمت؟ 4 اكتوبر 1920 الدات هذيا اول مره تحطت نجمه وهلال اللي موجودين في شعار تونس، والكولور نتاع الشعار ضد الدوله هذيك في وسط واحد في وسط مريول جمعي، ما فما حتى جمعيه قبل، لا اقول ملعب افريقي لا غيره، قبل كانوا تاسيس كي نقولوا جمعيه قبل تكتب للشطرنج والراشيديه ويلعبوا برشا وكبيتون برشا برشا حاجات، هذيك ايش معناها جمعيه؟ تبدا فيها برشا حاجات، اون فوت باسكيت شطرنج كاراتيه، ومن بعديك بدات تمشي للاداره اللي هو الكالشيو مودرن وهذا اللي نحن توا نعيشوا فيه، كالشيو مودرن ومعمل تولي، فهمت؟ نحن الكل مازال نعيشوا بالعقليه هذيك من 20 لتوا، هذاك علاش دخلت امور بعضها، خاطر عندنا سيستم يحكم العالم تكون اداره والجوار مبني مبني على يماركي ياخو ما يماركيش يطرد، نحن مازلت عندنا عقليه ولدنا ونتاعنا يسكت عليه يخليه، فهمت؟ ماناش كيف كيف يعني، ديجا جمعيات اللي تو واصلين خلين بصمه ان كانوا في افريق ولا دوليا ولا عالميا، انهم عندهم ياخشي بيراميد، نحن ما فماش بيراميد ما على عيننا حد ويتسب الناس الكل وينجم واحد مامبر من اي مش باهي برشا يتسب الناس الكل. لا تنوع مش مساج باهي برشا انه يتسب الناس الكل، مش باهي السبان. السبان انواع خويا اسلام، السبان انواع، انت تنجم واحد تسبه ويقول لك عندك الحق. عمر عندي شعار ومن بعد الشعار الناس الكل، هذا التفسير. هذا اش تقصد؟ اي فهمتك. عمر ما نعرفش من وقتاش بديت تفهم هكا وتوع اللي انت تحب الكلوب؟ نعرفش نسالك سؤال، من عام قداش بديت تتبع في الكلوب معناه؟ لا باش نلخص لك لو اني حاجه بيرسونيل، مش هذا السؤال، فقط جاوبني على سؤال، عندي سؤال اخر باش يتبع، ما يسالش احكي لي ايش حبيت، باهي ما يسالش مش مشكل. انا صغير وقت بديت نتذكر بابا الكلوب تعمل ايه كسبات في الصاله، لا امي حاجتها به لا هو يعني ما يعني فما سيباراسيون سبيريتويال، غدوه صباح تنحك الانرجيه هذيك نتاع الاكس مش نتاع الخسار، خسار ما يروحش بالوراثه معناها. بابا يحكي لي على الشيبي ويحكي لي على قبل.
قلت لي كي كانت تقول كورة قال لي قسمنا رابطين نمشيو لزويت نكورو نحن ما ثلاثة وهما الخمسة نتفرجوا مع بعضنا ونروح هما يهبطوا البطل الوطني نحن نطلعوا الفوقان من بعد عاد ولات سيمانتي تسترى فيها الكورة طو كونين ما ايه ما جاوبتنيش من عام قداش تتفكر على كلوب هك 96 95 97 وترحم هذا ايش نسألك انا من وقتها التو شنو الذكرى اللي ما عمرك بتنساها في علاقتك بالنادي الافريقي والا حادثة والا ماتش حاجة ما تنساهاش تقعد في بالك ديما في بالي ديما في بالي ديما في بالي ديما بدي بلاسمونيات ولا طراح ولا بونتويات ولا فهمني اللي تحب حاجة حاجة ديما تقعد في بالك ما تعرف فازة صارت ولا ماتش ولا حاجة الحاجة اللي تمثل بالكلوبيستية الكل سلامي بيضوضان بيضوضان سلامي سلامي بيضوضان بيضوضان بوكونغ يعني أنا نحكي معاك تاور رفيع هدف موسى بوكونغ معناه في الجلبي معناه رفيع من الوقتاج مانيش الرفيع في التلزة فاهمني منين رفيع الرفيع مقابلني قابلني للتريونغ اللي عمر برشا يعرفوك اللي انت تكتب للنادي الافريقي عمر ما عاش فما حاجة سبيسيال بالمناسبة هذه ولا عندك حاجة تحب تقولها عندي حاجة قديمة تخدمت وتهبطت وعاودت بربشت فيها شوية شو معناها يعني زدت ساعات ما فما كي انت تعرف صحة في يد الأولى ويد الثانية كل حتى الشعر ولا سلام ولا كيف صيفة النوع اللي عملت لها ميزاجور نقول فهمت تهبط وجي كيف انت تكتب عندك يبدونه في اليوم وعطك هيك تجيك جملة تمشي تقول هذي تجي في التيتر هذيك تمشي له تنصف وتشوف كيفاش يعني لا بول داون كيفاش بتخدم صحيح باي اخوي سمعنا حاجة باي نقول هو تيتر قديم وما فيه فيه تشتيرة كما يقولوا الناس قبل تبديلها نقول فريق إمامة حكاونا عليها الأجداد نحكي على جمعية نحكي على بلاد نحكي على حلمة في روح عباد نحكي على أمي لحياتي بهذات فريق يمانة فيها مانا مسلمين وصايا بفيانة على خيرها معلين تاريخ تكتب لونها نحب المدفع ضربها نجايين تتخيل في عشقة ما تتوصفش دم يسري في عروق ما يوقفش علاش كيفاش ما نعرفش حب القلب للروح ما يتسلفش والله رانا باغينك في الضيق مانا ناسينك تطلب عمرنا عاطينك احنا اللي عاشقينك كيفاش عشقناك اسألوا الزمنية طيب يحكيوا لكم ويقولوا لكم كيفاش عشقت العشقة وتحبت المحبة معود نقول لكم اسألوا الزمنية والناس المسطورة اللي تعرف البلاد وزناقي دورة دورة فتلة الأجداد وين محفورة في سيدي منصور تخلقت الكورة ولازم نحكي على داري على الحجامين وزنقة السياري يوم تقارنش كارك بكاري المطوي والطويتي العبدلي البياري الفريقي يا مم عيني مسترجين لنهجة تبيني ومن باب منار على حبك يزيني عطوقة وغميض الشبلي واخويني افريقيا هي مدرسة في التعليم فن وسياسة وعلوم مستقلين على جالها راني ننغر ونقيم لونها ضاوي لحكايتها راوي المركاض وزنقة الجاوي من باب الزيرة المعقل الزايد هيك هوا خلتنا نكتبه ممتاز ممتاز خويا يعطيك الصحة برافو ليك عمر الحق ديما نتمتعوا بالكلمات اللي تكتبها جديدة نعطي سكوب فما حاجة جديدة مانيش نعطي حتى مديس ما فما حاجة خير زي بإذن الله وتتسمعوا عن قريب ان شاء الله حاجة في الفريق ان شاء الله عمر ما نعرفش الغرام هذايا ما نعرفش في حب في جمهور الافريقي خاصة معناها النتائج رغم اللي ماهيش في قيمة خلينا نقولوها بصراحة ماهيش في قيمة النتائج بتاع تاريخ النادي والا حتى بالمقارنة مع أندية آخرين كيما ترجي ولا حاجة لكن الجمهور ديما ورا الكلوب هذا الميزة سبيسيال في البوبليك نتاع الكلوب إذا نقول لك الكلوب جمهوره فيه كيما الجماهير الكل مقسم الأغلبية اللي هما عندهم المرض ذاك الكلوبيز أنا ما يخممش تقول واسمعني اي سواري ولا فواياج ولا درشنية يختار حاجة منهم بعديك تجيب شي طبق يلقى روحه في طرح اميكال في البارك يعيط ويصيح حاجة مانيش نحن جبال سوا مانيش انا نختار في غاديك تحط لي دي شوا محليهم تاع الوزير تلقى روحي غاديك ويمكن راني خاسر في الطرح هذاك وعياط وصياح وصوتك مبحاح وكرباتوري وكان لازم تعارك مع الحاكم يعني هذيك عيشة تربينا عليها انا كان النهار عباد ولا صحافي يعني في وقت ما يعني يقولوا نحن باش نحكيوا على شنو عشنا راهي دوله في وسط دوله راه في وسط الفيراج راني تربيت تعلمت نحب تعلمت الانتماء تعلمت نقسم القعموره نتاع الخبز وتعلمت نقسم السيجارو
ونقسم التراجي ونقسم المشيه نتاع المرواح الباب الخضراء ولا فايت فهمني ولا يعني تعلمنا ان كانت العداوه بيني وبينك راهو على البار يحملك قبل بدرج كنت نتعاركوا حتى على سيجار وهذا اللي تربينا عليه. ما بعد شنية صار ما بعد الثوره هذيك ايديولوجيات اختلفت ما انفلونس نتاع هياكل موجوده في ما بين اعلام ما بين الوزارات ما بين هذيك هي هذيك يتعاقب برشا حكومات كل حكومه عندها انفلونس على الشعب هذاك باش يكون هو رد فعله وين في الحاجات بوبليك ان كان لي سبيكتاكل ولا لدوم الاطراح الكوره ولا غيره. الفيراج الكلوب الغرام هذاك ما اخترناهش. راكب صغير تبدا تلقى قصلي معاك ريتها كلمه قصلي معاك يمكن تعرضت لي في وزني 8 ملايين مره. قصلي معاك ولا انت كان ما انت ماكش انت باش تقولها قصلي معاك ولا ساعات هو انا قصلي مالك وانت ما في بالكش. هذا كان ما كنا عامل ابومون انا وصلت في 2009 8 9 10 عندي ابومون ونمشي ناخذ تيكي اخر ناخذ نمشي قصر ونعطي فلوس اخر. اللي صاير في تونس كما هم يقولوا الاخرين دوله هما دوله لان الدوله هي تونس هي الافريقي كما صاير في الافريقي صاير في الدوله نتاعنا صحيح ولا؟ عمر انك موجود في الغربه في باريس نعاش الحاجه هذه تخليك ما عادش بعدك شويه على الكلوب وانا بالعكس الشوق يزيد للفريق وتحب تروح لتونس وتحضر الماتشات والفيراج كما كان قبل. اسلام انت تعرفني بيرسونيل ابار الكوره الغربه تنسيك مش في 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 في, في الفريقي ولا تنسيك في اي حاجه موجوده فيك. مي والله ما اللي فات سالت روحي سؤال دخلت ناس وخرجت ناس وعملت ما بين موزيكا وسلام وشهر وعامل مقاري كونفيس مانار وعامل برشا حكايات في حياتي دخلوا محطات تعداو وخرجوا تعداو استاج سكرت ويمشي استاج يتسكر ويمشي استاج هذايا الحكايه هذايا راهي عاشت ما غير ما تشكر كان ما تفرجتش وتخدم وغربه وفما ديكالاج وغير راك تلقى روحك شاد التليفون وتلوش كان ماشي حتى من منوت نتاع شنيا صار ولا تدخل فلاش سكور ولا واحد تعرفه متاكد منه تفرج نمشي له ابعث لي الشهر حتى ترى حكيك راهو يعني بعاد يعني على لي كومبيتيسيون اوفيسيال حتى ترحى شفما قعدت هذيك من غير ما تشعر حاجتك وليت في كيما نغسل وجهي فمي انا صباح ونخرج ناكل فطور صباح قايل ليل وليت هذيك الويكاند كان فما تكورة بطبيعه لو انها الدنيا واقفه بطبيعتك في الويكاند ولا نهار الاربعاء كتمشي تسال حتى ما عندكش حتى وقت لتلقاه كونكتي بصفتهم صلي على النبي موجودين ديما كونكتي دي راجل الكلوب تمشي لاكثر واحد طيب تقول له اش صار ابعث لي حتى فوكال اللي هي مانيش انا راني مشيت خذيت قرار وقعدت مع روحي يا برا شو نعمل توا نمشي نسال على الفريقين نو تلقى روحك سالت ولا انفورماسيون حاجه منك حاجه ولا تعيش معاك لا في الكوتيديان نتاعك فهمت؟ وهذا هو الانتماء يعني الانتماء مش نسال خاطر لازمها تربح ولا نولي نسال ونولي نمشي خاطر تربح يا اخي ليه ليه لازمك تحبها تحبها كيما هي كومي لي كيما هي تحب فماش علاش تحب حبها اذا ولا سيليا دي كوز دان امور اونتر دو زامورو دونك يا با دامور اونتر كان فما سبب للحب دونك ما فماش لو 90% من الجماهير الرياضيه في تونس ما نقولوش 90% من الجمعيات يحبها على خاطر ما فماش على خاطر نحن كان جا فما على خاطر انا ما عادش نحبه باش تعرف اللي فهمت واي حاجه اي حاجه فيها برشا عباد دايرين بها راهي تصير كيما عائله كبيره يقول لك يصير فيها يصير فيها اكبر العائلات الجمهور باش تصير تلقى عباد تختلف كيف اشترى العباد تبايع يعني انت خوك ساعات في الدار انت واحد تلقى ان بون وواحد تلقى ميشون هابطين نفس الحزام يعني نفس ما ام نفس البو نفس التربي نفس الكادر خلي فيراج لا من خويا من 24 ولايه من فوق الوطن باش يختلفوا باش يتعاركوا اللي باش يلم هذا اللي هو هيكل صحيح يشد العباد هذيك ويعرف كيفاش يخدم بالناس هذيك مش يخدم بهم يعني باش يتعدي بهم راسه نو انا نحب الجمعيه زي يعني انت وجودك اكس ولا ايجريك في الحكم الاداره نتاع الجمعيه هذيك راني انا موجود يعني انت استغل وجودي في النظافه صدقا يعني للجمعيه هذيك واخدم صدقا تنهزوها وين لازمها تكون وترجع يمكن خير من قبل. خليني ناخذ رايك مثال عمر في الفريق السنه كيفاش تشوف خاصه اذا ما بداتش السيزون الويكاند هذا فما ماتش في الكوب دافريك نعاش متفائل؟ هو يا ريت من الاخرين تو ما نجم نقول لك حتى شيء، الانرجي اللي فيا تتحط في المور، ديتكتي المور اللي انا فيه،
وقت اللي توا التلفزه نشوف التلفزه وقتها مولي حاجه انا بور لو مومون ماذا بيا جيفيت ايش فما جاي مع اللي صاير اونتر بارونتيز ما بين الداخل والبرا من الجمعيه ماذا بيا نكون غادي كان لومور نتاعي نديتيكتي طرح يعني الانرجي اللي عندي اللي طرح لازمني وقت نعيش ما نجمش لا نحكم لا متفائل لا شيء انا ديما مع الافريقي متفائل ولا مش متفائل في حال الانرجي نتاعي طايحه مدبر صارت لي كارثه الافريقي حاجه اخرى موجوده مستحيل تتربطها بس اللي صاير في حياتي الاخ وراو نحكي لك فيه انا راو 100,000 كيفي نفس الكلام نقول لك واضح يعطيك الصحة شكرا لك عمر على تدخلك معنا بلغ تحياتنا للنادي الكل نتاع سوسيوس النادي الافريقي في باريس عايشك يبارك لك وانت يلبيك روحك وان شاء الله يا ربي يوفقك اللي تعمل فيه خويا شكرا عمر صفاقسي واحد من جماهير النادي الافريقي المعروفين في الفيراج خاصة بكتاباته اللي يمس بيهم ويحكي بيهم على النادي الافريقي موزيكا الاخبار بعد مكملين في بلاي حتى لا تسحر